اللجنة الفنية نرحب بكم. لقد بذلت اللجنة الفنية جهودا كبيرة في سبيل دفع عجلة الفن في نادينا إلى الأمام، ولقد قدم شبابنا عدة مسرحيات كان آخرها مسرحية أين الحق، ومنذ أكثر من شهر بدأت الاستعدادات لمسرحية شم في أمريكا، وهي مسرحية اجتماعية كوميدية تنقد العادات السلبية لمجتمعنا، ونحث بجميع أعضائنا المشاركة في اللجنة الفنية لإظهار نادينا بالمستوى الفني اللائق، وإننا على ثقة بأن هناك قابليات جيدة يمكن الاستفادة منها. أيها الحق، باسمكم جميعا وباسم الهيئة الإدارية نشكر الأخ نجيب جلو مخرج ومؤلف مسرحية شم في أمريكا للجهود القيمة التي بذلها، كما نشكر الأخت أميرة دمان وندى جورج شدة وخالد شركو ورائد يونس للجهود الكبيرة التي بذلوها في التدريبات والالتزام بالمواعيد. والآن إلى المسرحية التي نتمنى أن تكون حسن ظنكم. أمريكا ماونا قاوان كما جمعايا كل مرة إلا أقسم أنا أمريكا كده مرحبا لا شاقل لحقي منا كم خطلالي قطالة هم عاقل بريسي لفت ما كيف لوان يا بدالة برقليني بكوتك يا بدالة عافية بختة لك فاجم بحشي مندي الآن هذا قلق قرقمتا ويتك مصمت ناخذ يا إدارة الغغلة قرقمتا لا خالص القهوة حلة باللي سينت وكل سينت من أشياء أصلح وين من دوخ مورا طشة وبغضينا كفالة سيارة خاتو شمال آخر مدن يا مالي خلاص عما من دوبي كارو والتلطي وتتابعي بحر سليفة ختمة خليوة وختمة خريوة إذا خاتم دي كبالة بيسا وبلوم فيل وشمع لهيل مالي خاص عما إذا أردت الكاية كبدانا حف النيشة نقع يا توطل يا لا إما أزول أقول لكم يا ستي لست أفرد عجابي خاص قولي من أمع أخشم ما لك غادي؟ ما حالو فينا؟ ليك قحلة في الشقر؟ الشقر أخذ يقطع قلتما كل الناس قاعد شافوا القطع والأخطبت بالزبط الشقر من الأول أنا وزير اليمة حكمت خلص مني خيمة خلولة أنا بعد جنسوا
كذا يا اخوان ومن الصغيره ايه ناموري ماله من يسعد يالله ولك ما محكاية تخليفة لاني موري يوم اخير اصطلاب تخليه موري ايه اصطلاب تخليه ولك بابلو جبارة جبارة تقول ها وعشيرة غير مطلع ايه خضرة بالبابة الجاسم معني لح البابل قلتا ثم قرت اهوه هملي ايالا لبشت من تكلف هذه ايش ايش ما عشيرة اذا اخا امريكا لا ينفسر اخا غلط الشاقية قطلت وطاقوري دهيم ورماله قاعد نهاية يمو مراني يمو مالا مالا امي يمو مالا امي مالا امي مالا امي مالا امي بابي انا دبتني ولا ملا انا بيعتم دبتني ولا مريم انا لا يا لا يمي ولا خلصت يمو خلصت يمو ما قطع يا بس تحتاخ بس تنسى بعجالي وبعجال فقواته ولقت لي بشي من دي طب انت يا يمي ايتو كمبانا الشعيا ايتو ناخذنا ايتو لا 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 ريبار وغيانو ايه ومانا تنغيرو ايه كده ملا كده ايه هاي راحة لينا مانا خبرانيه اخزي اخ لكن مال بابي اخزي 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 ما ايه اللي باي حيوان التلفزيون ليش ما فاميلي روم
هاي فهمتوا؟ هاي انا ولا اللي بيقروا من هناك معك يا سته بعد ما قلنا ولا حميمتي حميميتي حميمية حميمية ما حميمية كلها بقيات البساعة وزري ساق ولش أقلا مش قالة بقايا ايه ما لك يا شما مين شما تشكوزي ايه تشكوزي 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 قولا يعني شما اني شقل طالب عارف يا شما لوكو ولا بسة بسة بقتة بسة بسة كبرزتة بسة ناشر بسة نعلمة ولا بس لتشاق الله لها منا بس لا قرد السن مواد على وشكوره حمدانا وشكرانا الفتاة ديتو ديتو بسو عسيا قورا مش ملدها لازم شي حاق مارا وتسمع لك بغدينك تاخد ولا قلنا شلنا قلتنا شلنا مارا ما ادري اصلا وين يقول الكفات يا عيال يقولي انا جوا اسمعنا طنش اسوال بباله وولدها ريخت بكار فوقانه ولا وقفت عليها اخرى كده كده كيف تمرت عليها ما 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 ريخ بكار يا رب بس يوريك كم خوش كانت يلا قنطر أساسا اليامة كيف تنقود أنا كريسة كاكي كيف الدكتر قل أخواته عايد مكرس مثل كرس وبقى لك يدة تسخانية دبلي يا واد دبلي أنا جسمي نظيفة كما أطلع بس كده كده مفاعل ولا نبعدين شيء تدري بالك يا لطفا ولا نتقابل وقلنا من شيء ايه تردب تردب تردب
تدور
هذه اللي حبت لي جن القاعة. هاي برازيل نقول لنا التهام مش طامنا. قيلة تيكا كمان دي لحبت لي جن دي ببرامها ووعد انت خمشان من أفارس مش ما لهلت يقدم حلي يمي ما حكيت لا 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 انت وحب نقاع يعني مصوي ما قلنا تنوته يا حب بدلها لها امتين بيوضع حفل القاعة ولا كنا شمحتوا يلا عافية براتي عافية 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 مرندل يسجي قطة إلا قطة البابا حيلة يعني هرايز قبلت لك يمتى باتي ما نخبلتي خلخورياتي لا باتي لا يمي ليلى يمي انا كوي مع دندشك ورشي سامي ومعلمه كله اخر عقله يا حاضر انت الحفله بيد القاعه كل علمه بامريكاني بس انت لم تصف لنا الدور سامي لحفله جيت المولد عم بيدك ورا بطل منك ليلى مرنة انا لك يا انا كبرى فوز الحفله بقاعه يعني فوز الحفله بقاعه خالد لك يمي ما بدي مراح يفاجئك قاعد دخلنا انا لك شو لك كبرى مرنة انا فوز الحفله جيت القاعه هاي الجويا ولك شميت وذا ما فصلي شميت طيب ولا قناتك كده تارخ الشباتك فقط انا الساخو بس سيمة تناسخ لك رخ شباتك يعني يبين لك ورق وانا ما لك ودخ يعني لك ودخ اي خد ودخ واي طريق واي عربة المسرح خالد شركو بدور حنا رائد يونس بدور براند حنا ندى جورج شدة بدور براد حنا أميرة دمن بدور بخت حنا مخرج
ومؤلف المسرحية أخونا نجيب جلو. أخواتي أخواتي ذهبت هاويلا تقديم جوائز لفرقة المسرح مقدم لها طلي رئيس نادي الأسر الكرداني أخونا الفارس أسمرو فليتفضل. فاتن أميرة دمن فاتن ندى جورج شيرتا أخونا رائد يونس أخونا خالد شركو دور حنا مخرج ومؤلف المسرحية أخونا نجيب جلو Thank you.